اهلا بيكم من جديد مع هيثم في الصين. دلوقتي برضو تجربه مثيره وجميله قوي. انا راكب سابوي او المترو اندر جراوند هنا في جوانجو. الجميل فيه اللي انا راكب دلوقتي في انا مكان السواق، بمعنى ان المترو من غير سائق. ده خط معمول خاص كده سياحي موجود في المنطقه السياحيه اللي هي في تيان خا اللي في وسط المدينه. زي ما احنا شايفين حتى الولاد هنا جايبين الولاد عشان يتفرجوا، قاعدين في المقدمه تماما. حاجه برده مثيره، حاجه جميله. ده اسمه خط الاي بي ام. ده معمول حوالي 10 محطات تقريبا في المنطقه السياحيه اللي قلت حق وسط جوانجو اللي هي منطقه تيان خا السياحيه. زي ما انتم شايفين كده انا راكب اول واحد في المترو دلوقتي، هو واقف والناس. ادي ده شكل المترو من جوه. المحطه صغيره او العربيه صغيره خالص زي ما انتم شايفين، عمليه الجو رايق عشان دلوقتي برضه انا في اخر الليل الساعه داخل الساعه 10 دلوقتي، الجو متاخر شويه. يا شايفين برضه الاولاد، وادي الولد بيمثل كانه سايق وماسك الدريكسيون او ماسك الحاجه وهو بيتخيل ان هو سايق نفسه. وادي شكل المحطه زي ما انتم شايفين، او المترو دلوقتي هو ماشي هنا مخليه بره بالموبايل بحيث يشوفوا انتوا حضراتكم بنفسكم. مفيش حد سايق خالص. طبعا ده كنترول، يعني معمول عليه كنترول وهو يعني بيتحكموا فيه عن بعد. ده يعني هو القياده بتحكم عن بعد. مفيش حد. انا راكب في اول عربيه اهو، في اول يدوب في المقدمه داخل على محطه جديده اهي. المحطه نفسها صغيره، لو تلاحظوا المحطه نفسها صغيره لان هو كله عربيتين تقريبا او ثلاث عربيات صغيرين. وادي الولد، وادي الاولاد، وادي الاسر والناس اللي راكبه في الجزء الاولاني اللي ما قاعد فيه عشان بيتفرجوا وبيشاهدوا. برضو دي بقولها من جانب بنقل لكم صور الاخرين، وفي نفس الوقت بنقول دي التجربه الصينيه يا رب نتعلم منها ونحاول ان احنا نعملها حاجه جميله. زي ما احنا عملنا مترو الانفاق عندنا، ممكن نعمل حاجه زي كده كمشروع استثماري ويسند الى شركات استثماريه وهيقدروا يكسبوا منه. عندنا سياحه برضو عندنا كويسه، هيقدروا ان احنا نكسب منه كويس قوي. اتمنى اكون يا رب افدتكم في تجربه جديده مع هيثم في الصين. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.